وخلال المؤتمر الصحفي اكد شكري ان الاداره الرشيده هي السبيل من اجل تحقيق مصلحه شعوب القاره وفيما يتعلق بسد النهضه شدد شكري على ضروره العمل على ايجاد اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضه فيما يتعلق بقضيه سد النهضه فمصر تؤكد دائما اهتمامها واستعدادها وتاكيد رغبتها في التوصل الى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليه ملء وتشغيل سد النهضه وفقا لقواعد القانون الدولي ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح كافه الاطراف بشكل متوازي وعادل يحقق الاشقاء في افريقيا رغبتهم نحو التنميه والازدهار وتوفير الحياه الكريمه لشعبهم الشقيق وفي نفس الوقت يوفر لكل من مصر والسودان امنهم المائي خاصه مصر تعتمد علي النيل بشكل كامل في مواردها المائيه